فقي ذا فقي ويرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة كان سلحف بنت من الحياة. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟ اوف 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 وش ذا الحوسة؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسة، شكله ما نظف عقبنا أمس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه، رفضنا، بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب واحنا نشتغل. صديق! صديق! إيه هرتوا عليه أعطوه عينه حمراء، تراكم مدلعينه. يا صديق! يا صديق! يا صديق! يا صديق! وش جاي ذا؟ مشينا يا عم. هذا مشكلة. قري 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 كثير. كلام كثير. هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس. وراتب ما في قليل، شوية فلوس. أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي أدخل أصفي. سلامات، سامعني مطنش أنت ورا ما جيت. بابا إيش في مشكلة؟ أنا في كلام بابا ماما أخو مالانا صغير هم هم لقمة أكل. إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير. بلاكم معطينا وجه فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منزير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم. أشوى، يلا مشينا يا عيال. نزل الجوال. ان شاء الله على كتمي. يا عيال ايش رايكم نسفر صديق ونفتك منه؟ اي والله يستاهل خروج نهائي بلا عوده. مهبول انت وياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحه؟ ها تبونا نبلش؟ وش رايكم نستقدم واحد احسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يا بيلكم سنه تعلمونه، هم من يقرب عليكم هم من يخرب عليكم، الا خلكم على عاملكم بس. وش ورتسوا عليه ادبوه؟ وهو صادق ولد عمي نادبه. خل الفخ حقي ذا خل كله يا عيال. الحين وش تبي بذي قطعه غيرها غالي؟ خذ لك يابانيه ارخص وتصبر لك لسنين. انك ما جربتها تغير رايك؟ ها وماله نجربه يلا. ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا ولا 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 اها 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 ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي قدرني ورا ما تطب بحجري. ها هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه. ها الرجال صدمته، الرجال وين رايح؟ وقف 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 الرجال. صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ايش الحاج بيوهقني، وكنت انا اللي اسوق. لا لا تصيح تحس مرخمه مثلك. ارفع لومك، هذا ولد عمي. ايه عامر ولد عمك اخطف حقي. يا ابن الحلال ما اخطف حقك، هذا قضاء وقدر. عيال تتوقع صار في شيء؟ صدمه قوه، اكيد الراجل تكسر، ويمكن انه مات، وفي النهايه انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوه الا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا.
والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما اعطيتك السياره يا شيخ. ورع انت يا خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص، هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع يا عيال. افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي، يلا همش. اصفي ورع بزر، اصفي انقلع انقلع انقلع، سو ساهي يلا. ما هو سوي ساهي وجع هالطمارة ذي، ما تستحي عليك وعلى وضعك. انا اللي ما يستحي، مين يصدم نفر وينهاص؟ انا والله انت. وش تقصد؟ اسقصدنا صدموا قوة، اكيد الراجل تكسر ويمكن النهمات وفي النهاية انا اللي ببلعها. استانس ولا قوة الا بالله، خويك هالحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما عطتك السيارة. اثريك تسجل لنا يا نذل، هذا اللي ما حسبنا حسابه، خاين ولازم يعاقب. زف وجهك، انقلع انقلع عن وضعي. عامر انا الجوال اللي معك امسح اللي بوه وفارمته. اللي بوه وفرمته. انا في 3 نفر، 1 2 3 كله في 3 نسخه مع 3 نفر. طلع مرتب اموره هذا الفقي، لازم يتقدم. يعني يبغى يضرب، اقول كل تبن والفقه. انت يبغى يسوي 2 زريمه، يضرب ويصدم. هذا في صدم، في ممكن 5 اسرع، ممكن 50 سنه صدم، وفي موني يعني في فلوس. معلوم ولا ما في معلوم؟ يا صديقي ابن الحلال، انت وش فيك علينا؟ وش تبي بالضبط انت الحين؟ كلاس يا طويل انت. لا تصيح، فك وزب جوال 3 كاميرا، وانا بعدين في فكر ايش اسوي. انا في استراحة مال صغن، هذا في جوال 3 كاميرا، في صور شباب، هذا طباخ، هذا كناس، هذا عامر حق مصاوير ودي يجيب تارو، هذا سواق مالنا، هذا يزهق انا. قول شباب مع السلامة. مع السلامة. قول صوت مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سلام ورحمة الله وبركاته. ليه ما في انت السلام كويس صديقنا؟ ايه كأنك سبتمون علينا، لا يكون بس بترسل مقطعنا لأخوياك. ايوه انا في يرسل، اسفي مشكلة في سي عندك سي يا بزر يا ورع. لا لا ما في مشكلة، بس ان شاء الله بتحذف المقطع. اعزفه الهين، انا جيعان ابي اكل. خابر لك بوفية البطلة. اقول اسكت يا بزر الفقة، أنا يبي مطعم 5 ستار. لا يا شيخ ما بقى الله. كله نفرات برد. يلا هيهم. هذا المطعم وجبنا أكله، وأي شيء تطلبه بنسوي لك إياه، بس وش تبي مننا يا صديق؟ إيش كلام أنت؟ يا صديق. شيخ صديق، ما في كلام صديق، كلام صيخ. تخسى ما يخسى إلا قسمك أنت وودرك. خلاص يا عامر روقنا تكفى. خلاص يا صديق، أنت الشيخ، أنت شيخنا كلنا. يخسى ويعقب. في كلام ثاني، أنا يبغى زيادة راتب 3000. هذا اللي ناقص يا عيال، قوم بلغ على أنفسنا، ترى ما صخ هذا. أنت لو يبلغ عني كلكم إن شاء الله كلابوس. أنا أقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكر من وجع الدماغ هذا. صحيح صحيح. صوف انت وهو هذا قوتي، انت ترمبة ترمبة معلوم. انتم في طلب بسيط صغير. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. اوه هذا اللي ما يعطى وجه، اقول لك ابي عرس
ابي ولد يصيل اسم مال انا. من زين اسمك ولا من زين خشك؟ لا من زين خصك كنت وجهك وذبحك وصنبك اللي تقول اريل. ايه اقول اخلص علينا وش تبي؟ فلوس ما في مال مهر ارس ما في وسقه ما في ذهب ما في تقطوا انتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا وأعرس ابي اعرس راها. يا ليل من وين جيب لك عروسه انت وجهك بعد؟ لا لا ما في مشكله. اما انا كومار استهيت على وجهي في 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 بنتنا يا رساليها ان شاء الله بس انتم دبروا انفسكم شوفوا الموضوع ان شاء الله جود فيري نايس. آئیے آئیے خوش آمدید. شکریہ شکریہ شکریہ. عاد وراكم لبسينها ناموسيه علشان البعوض ما يقرصها. ما في مشكله اكسف اكسف. ما شاء الله ما شاء الله وش ذا الزين. شكرية. ايوه 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 وش ذا الزين انا ما عرس. ما شاء الله الظاهر اعطيتكم وجه. اقول بزر اسى اكل اكل نفرات يلا ورع. ابشر ابشر يلا يلا يا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. وسدا وسدا انت وهو ما تستهون. لا يا شيخ كنك فليتها. اقول واسكت لا اسمع صوتك. المفروض زايب للرزازير مفتح. ابشر الحين اجيب لك مفتح. انقلع بس لا تطق. سل انت وياه. سام ابشر يلا شكرا. يلا يلا هيهم. شكريا شكريا. يا هلا يا هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين الصغير ب 1300 والكبير ب 1700. الاجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت تبي يفصل علي ذاك؟ كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الان. لو سمعت نص دجاجه مندي وكثل لي الزبيب.
بخير انت وياه؟ مضيعين شيء بوجهي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه. زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين؟ مو بقصده صدمة عاطفية، صدمة موتة. ايه، أنا كل أسبوع أنصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أنت اللي صدمناك قبل أسبوع؟ ايه، أنا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أبشر بالمفطح تستاهله. مفطح؟ مفطح وشو؟ هذا المفطح هدية لأن صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم. أجل خلوني أروح أقرب السيارة. وأنت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطة عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خليني اوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد. لا لا لا، ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديكم وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم، ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم، عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حسربنا ولعب حسبتنا. والله ياهو فاقع قلبي بعد. أجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. آجوا آجوا آجوا. أقلطوا. أجل تبون مفطح ها؟